السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نشوف الخلايا دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول برواز في عسل في نص البرواز بس، وبقيه البرواز فاضي. نحطه على جنب عشان نعرف نشوف الخلية كويس. البرواز التاني فاضي مفهوش اي حاجة. الوش التاني فيه عسل. في عسل شبه مختوم وفي عسل مختوم. والملكة هي موجودة على البرويز. والبرواز ده كله حضانة مغلقة، والعيون الفاضية دي نحلة طلع منها العيون اللي هي الفاضية في قلب البرواز. والوش التاني برضو حضانة مغلقة وفي حبوب لقاح. ودلوقتي اللي موجود في المرعى بيبقى أغلبية المراعي كلها حبوب لقاح، مفيش نادر أول ما بيبقى فيه عسل في التوقيت اللي احنا فيه ده. البرواز ده حضانة مغلقة وحضانة مفتوحة. وكده مفيش قدامنا غير موسم عسل واحد اللي هو تقريبا بيجي في الخريف، فهو النحل هيبقى غزنا النحل لحد الخريف بإذن الله. والعسل اللي هيجيبوه في الخريف ده هسيبه للنحل، مش هجمع منه حاجة. والبرواز ده حضانة مفتوحة وحضانة مغلقة برضه. الوش التاني فيه بيض ويرقات بس مش كتير، يعني هي الملكة مش شغالة كويس في الخلية مع انها ملكة ممتازة. دي الملكة دي كانت جاية معترض، ومن ساعة ما حطيتها في الخلية وهي ما شاء الله الحضانة بتاعتها كويسة. البرواز ده فيه حبوب لقاح. والوش التاني برضو فيه حبوب لقاح بس مش كتير.
بيرواز ده في حضانة مغلقة وحبوب لقاح، بس كمية قليلة يعني مش كتير برضه. الجزء ده فيه بيض وحضانة مفتوحة. وهنا برضو في عرقات في الوش التاني وفي حبوب لقاح. البرواز ده في كمية حبوب لقاح قليلة وبواقي عسل. يعني هو البرواز ده والبروازين اللي قدام دول أول ما نحلي يفضيهم هشيلهم من الخلية. البروازين اللي هما اللي قدام أول البروازين دول، استنوني في الفيديو اللي جاي بإذن الله.